لا زالت فرق المسح مستمرة في عملها منذ يوم الأربعاء 6/9/23 إلى اليوم. طبعا الأضرار كبيرة، والأسر التي تضررت في المنطقة المذكورة ليست 100 وإنما 148 أسرة. كانت الخسائر حسب الإحصائيات الأولية 20 أسرة تضرر فيها المأوى كليا، و25 أسرة المأوى بشكل جزئي، في حين بلغت الأضرار للمواد الغير غذائية 15 بشكل جزئي و10 بشكل كلي. كما تضررت المواد الغذائية لعدد 30 أسرة بشكل جزئي ولعدد 45 بشكل كلي، وتضرر الصرف الصحي لعدد 3 أسر، بالإضافة إلى نفوق العدد كبير من المواشي. كما أن هنالك أيضا أضرار أخرى شملت شبكة الاتصالات، وأضرار بشرية بلغت تقريبا 13 شخص جراء الصواعق، ولا زالت فرق المسح مستمرة كما أشرت إلى الآن. نحن في السلطة المحلية لم نقدم غير أننا نزلنا نعمل مسوحات تقريبية من أول ما بدأت السيول والأمطار، ولا زالت فرقنا مستمرة في عملية المسح. أستاذ مطهر، بالأمانة الناس هناك ليست محتاجة وإن كان هذا التوثيق جيد وممتاز، لكن ربما يأتي في مرحلة لاحقة. الناس الآن تريد أين تنام، تريد خيم على الأقل، فرش، إمدادات بالغذاء وما إلى ذلك. هذه الأشياء المهمة. أنت تتحدث أن هناك 108 أسرة، لو كل أسرة فقط 5 أشخاص ما يعادل تقريبا 540 أو 540 شخصا، هؤلاء كلهم في العراء الآن. نحن ناشدنا السلطة المحلية بالمحافظة، وأيضا ناشدنا المنظمات المحلية بالمديرية بسرعة التدخل، وإن شاء الله من غدا سنرى ماذا قدمت لنا السلطة المحلية في المحافظة، وأيضا المنظمات المحلية بالمديرية والمحافظة. وما هو مؤسف أن أسمع منك ذلك بعد مرور كل هذا الوقت أستاذ مطهر، ولا حد لم يحصل أي تدخل. لكن ماذا عن تدخل مثلا المنظمات؟ هل هناك تدخل للمنظمات مثلا العاملة سواء الدولية أو حتى المحلية في إنقاذ هؤلاء؟ للأسف لم تتدخل في منظمة محلية أو دولية أو إقليمية حتى الآن. يعني الجانب الحكومي لم يتدخل ولا المنظمات تدخلت، من تدخل إذن؟ بعض أفاعيل الخير إلى الآن هم من قاموا بإيواء الأخوة المواطنين في المنطقة.